عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح يوم جميل ونشاط وحيوية وإقبال على الحياة وسيرة ويي وفرح، وإن شاء الله أن عدم كدر ورزق ونصيب، وقبل هذا كله رضوان من الله سبحانه وتعالى. دامك مرضي ربك ووالديك وبلادك وحكومك وجيرانك والساير والياي، رب العالمين بيسر أمورك. دامك مرضي هالفئة، رب العالمين بيرضيك مثل ما أنت مرضي العرب هذه كلها. نب لازم تعطي حق تغدي أنت حينة، ما حدا خير عنك. يوم بتفكهم من شرك أنت بخير، هذه روحها غنيمة. يوم بتفكهم من شرك، من شرك ومن الرمسة ومن القال والقيل والصدع والديانة، هاي روح غنيمة. الحين ترى يوم الناس بتفتك من شر اللادمي، هاي روحها نعمة يبقى لها حمد وشكر. حد من الوادم ما داه بطريقة ما حد يتخيلها. وذا في المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا المسلم اللي بيفك العرب والصدع والديانة. صبروا علي، باجي 5 دقائق بوصل آخر الشارع هذاك، آخر هذاك الشارع مكان ما في حشرة سيائر. مكان هذا وين الممشى ما شاء الله سيائر، خري مري وايد حشرة وما فيه على البغيب. بس 5 دقائق إن شاء الله بنوصل أرمس وياكم. السلام عليك اليار. Good morning. صباح الخير. هذا الرجال بوياري البيت في البيت. الله طول. لو بيسخنون الملحار تسموه بيننا وبينهم. الله يسلمك. شكرا جزيلا. الله طول. على هالجيرة الطيبة. لا خلينا منكم. الله يسلمك. بيتها دائما إن شاء الله دب الحياة. أنت طيب. إن شاء الله. يقولون لي تبنون بيت جديد أنتم. نعم. وبيتكم هذا مؤقت. نعم. خلينا. أنت تدري إني أتمنى استغفر الله إنه ما يذهب بيتكم. وسبب فارجكم. الله يسلمك. أمورك يحفظك. رياضي رقم واحد ما شاء الله عليه. رياضي رقم واحد. لا والله إن شاء الله يذهب بيتم يبوكم، لكن يبوكم بنفارجهم ناس طيبين ما ودنا بفراقهم. والله هذا من المواضيع اللي برمسكم عنها بعد شوية. اليار اللي غث ياره، واللي يزعج ياره، واللي عنده عيال ما شاء الله فيهم قل مذهب. أنا ماشي في الدرب واستوقفني منظر عيبني يا غير، كثر ما هو عيبني كثر ما هو غمضني. ان السدره هاي اللي تشوفونها بزمها وعراها، هاي السدره الجنقليه، هذا الاساس ومطعم عليها شو السدر المستورد اللي هو باكستاني او تايلندي او فلبيني، اللي هو او من هاي السدر الكبار، النبج الكبار يعني الغاوي الفنان. فمطعمه هذه الله يحفظكم على الجنقليه. فاللي زرع هذه اللي زرعها مفروض يوم تنشى الجنقلية نشت الجنقلية، كل من نشت قطعوها حق شو؟ حق تتقوى الزينة، حق تتقوى الزينة والشينة تم مكانها. فغفلوا عن السدرة هذه، فنشت أبوي الجنقلية فوق قدت كم أكبرها زين. والفنان اللي ترى يوم وراها مصلوح، هذه ها مكان أكسر ما باليد حيلة. هذا الله يحفظكم تطعيم الشو السدرة الزينة، السدر الباكستاني أو أيا كان، مطعمه على الشو على الجنقلية. مفروض كل من نشت الجنقلية نقضت بعود صغيروني قصوا عنها، كل من نقضت بعود صغيروني قصوا عنها لين تصير وتتقوى. هذه تتقوى الباكستاني أو الخارجية الزينة منهن، وهاي الجنقلية تتم مكانها خلاص ما تنش عقب ما تنش. وسب الشو تقوت الزينة هذه. الحين فقيرة الحين لو تبي تصير فوق ما تروح، ها يا فرعون يا ابوي ما حد اسوى عنك، لا حول ولا قوه. هذا المكان اللي يوميا الفجر عقب الصلاه اي امشي فيه يعيبني، هادي وهو نظيف بين شارع المطار، شارع اللي يودي دوار شو اسمه المفرق، بين المفرق ومدينة زايد، بمدينة محمد بن زايد، بين مدينة محمد بن زايد وبين الشارع اللي يودي المفرق طريق العين.
كذا غاب هاي الحزام الأول يسمون الحزام الأخضر الأول عن الزحف وعن يغطي الأماكن يعني شيء جميل منظر جمالي هذا جميل مخدوه أكثر له من 40 سنة الشجر هذا يشوفونه حياة زايد من مرفيع له الجنة وحين أبوي عازم مرتع أبوي للطيور والعصافير والنبج والأشجار والظليل ومن مكان الناس كلها تستفيد منه فأنا أي أمشي هالوقت الفجر مع عقب ما صلي الفجر أي أتمشي هالمكان مكان هادي هو نظيف وما تشوفه ما شاء الله السدر والشيار والطيور والدنيا والنبج أبدا تعال أبوي وقطع وعسف وكل وانت مطرج صيد وادينا حلال أنخيل والظليل ظليل والخير خيرنا والشر غيرنا في ذمتكم اللي ما يدري ترى ما يدري ها شوف الله عليكم شوف المنظر مجمله هذا 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 عاضد واحد عبارة شرات شفتوا عاضد النخيل عواضد النخيل في المزارع هذا ابوي عاضد كامل لكن ما بنخيل هذا شريش لنا او مال زينة المهم هذا نمونته الحين بتحول القسم هذا اللي هناك اللي ضك الشارع لان هذا بس خلاص وقف هذا وقف سويت مشاريع هني وبنى وعدله وزينه الحين برد التلي هذاك اللي ضك الشارع لكن هذا اهدى واجمل وهي لك هذاك اكثر واجدم بعد بشيركم هذاك الشير اللي فيه متعضب تتحرى عمرك تسير بقعه ما حد غيرك يسيرها هذا ابويها مخطف طريج عالم ابويتي حد الصبح حد المغرب حد الفجر حد الظهر على هواه ناس ابويتي تسوي رياضه تظهر تتفري يتفرجون الوادي يفرون عن خطرهم تخطفن عليه حرمات التين عبيهم وشيء لهم مسكينات تسوي الرياضه هي والله عيبني الموضوع كم هي العبال وكم هو الاهتمام في هالزراعه وكم هي المصاريف اللي تصرف على هذا الشيء هم البنيه التحتيه هذا كله شيء جميل حق بلادنا جميل واجر الطير مستفيد وخاطف الطريق وزينه ومنظر وتلطيف جو شيء جميل ان هاي العنايه من متى من عشرات السنين قاعد يدوحن لا هاي تبارك ولا غير هاي تبارك ها طالع ما شاء الله تبارك الرحمن ها كبد السماء الارض طيبه وحلها ناس طيبين فلذلك رب العالمين الله طارح البركة فيها طارح البركة فيها طارح البركة بحكامها وقادتها ومعازيبنا وعيالنا وشعبنا كله كامل الحمد لله رب العالمين نحن عايشين في نعمة وفي خير ولا إن شكرتم لأزيد أنكم يسد الأمان يسد أنك وين ما تسير وتي أنت بخير وسهالة وين ما تسير وتي كلنا يقول والله والنعم من يطرون الإمارات الليالس نشواجف من تطر إنك من الإمارات من تفديرة الغربة الليالس نشواجف احترام وتقدير أول بادي لمعازيبك ولبلادك ولحكومك هي والله دارنا الحمد لله طيبة وين ما تصير تلقط السمع الطيبة قدامك السمع الطيبة اللي مسوينها منو مؤسستنها أبوي القيادة هي اللي رافع الروس فلذلك نعشق نحن قيادتنا نعشقهم عشق ما بالله محبة عادية عشق زاد على المحبة الأشياء البديهية عند الشخص الإماراتي سواء كان ذكر أو أنثى أنه يدعي لولاة الأمر فهذا أولا لا إرادي بديهي تلقائيا يا الله إنك تحفظ شيوخنا يا الله يا رب إنك تحفظ معازيبنا الذكور والإناث وتحفظ أمة محمد أجمعين هذا شيء روحي نحن نعشقهم عشق ما بمحبة عشق كان حد يرومي عشق يعشق حد لهالدرجة نحن نعشق ولاة أمرنا الله الشاهد كل حد حتى المقيم حتى اللي جاي زاير من يشوف الأمن والأمان ينبسط شيء الإنسان أخير من أنه يصبح ويمسي بخير وسهالة في أمان الأمان كم يسوى شو المكان هذا مغلظة ما شاء الله مكان غليظ ما شاء الله الزراعة في أبدل ليل ولا نهار ما شاء الله تبارك الرحمن مكان غليظ فأمس الصبح كنا نرمس عن موضوع للادمي
يوم الناس بتسلم من شره هيروح غنيمة. وبالأخص اليار، اليار اليار له عليك حق، ما شيء شد عن حق اليار عليك أنت. يوم أنت يارك بيسلم من شرك أنت بخير، أنت بخير يا البني آدم إذا أنه سلم اليار من شرك. حد من اليران لو بيضعن عنك قلت فكاك قربة حزن وفرقاع عيد، وحد من اليران لو بيكمل دهر عدارك تحلف براسه ويحلف براسك، وهو الليار لا بأخو ولا بن عم ولا بصاحب ولا بصديق، صداقة هيرة فهاي روحها تزيد عن صداقة الأهل، تزيد مع الوقت. والله في الوقت اللي خطف حد من بيوت اليران الأول يوم الحين يهال مربين كلاب قدام بيوتهم، وما تي صارت خطف لنت، انخطفت حرمة انبحنها ومرطن عبادته، انخطف ياهل عض انهشته الكلاب ريوله، انخطف راعي سيكل اربعة وراء الكلاب. الناس الأول مستادية الحمد لله، حين الأمور طيبة يا غير الحين ياي مديل الشوم، افتكت العرب من مديل الكلاب الأولي. الحين أبوي شو زمان أبوي دراجات، الدراجات أبوي وزعاجهن، والهذا اللي خبقون شو اسمه هبرديتر القزوز، وحشرة السيائر في الفرجان، هذا روحه يا أبوك يباله بارض. البيوت فيها بيوت حد فيها أبوي حد مريض، حد كبار سن، حد ما بصاحي، حد عندهم جلطات، حد عيالهم يذاكرون يدرسون. واليار أبوي ترى حقه على اليار، لازم أبوي الآدمي يذهب عياله على ما قال راعي الباطنة، الحروف من فضة المعاني من ذهب، الحروف من فضة المعاني من ذهب. ويخطف الإنسان المودي، الولد المودي اللي ما وراه إلا الشر، ولا البنية اللي صاد شال الدنيا فوق راسه، قالوا خسك الله وخس الله من ذهبت، خسك الله وخس الله من ذهبت. شو السبب؟ ما شيء تذهيب مذهب ما شيء. فلذلك قالوا هل الباطنة إن كانت الحروف أبوي من فضة فالمعاني من ذهب. الحروف من فضة منو؟ لم اللبو يوم منطوقهم فضة، فتي المعاني من ذهب لعيال، يظهر المعنى في العيال. العيال يجي مذهبهم وافي، أيون مذهبهم سنع، مسنعين مؤدبين، ما بيايين فوضوية، ما بيايين شلمبية، ما بيايين لوفر، ما بيايات الحريم وبنات مبيع عاريات وعيالهم ذهبين، أدب وأخلاق صلاة ودين ونظافة ولطافة. حريم بناتهم فيهم مذهب، ما ينبيع عاريات يدتشن يوم يمشن تحراهن خيوب. أول بنية من تمشي ما لها حس، ما لها حس، والحين قرحف وقرحف وقرحف وقرحف. والله يا ابوك بياني اشوفهم في المولات، اول بنية يوم تمشي ما لها حس مشيتها، المشي ما لها حس ابدا. وين هي يا ربي؟ زين والله الاول بنية من تمشي ما لها حس، ما تسمع لها هيس. الحين يوم بتمشي شفتوا اللي يخبز رقاق شر شر شر، ايش قالت تقول العينة على الطابي، هالنمونة هالنمونة حينة. والله من يمشي شر زير في عريولك، ارفعي هنا ريولك، لا رفع الله للذكر، استغفر الله العظيم. والله ما بصاحيات، عيب عيب ان كان حرمة ولا ريال. يوم اللي بيمشي ما يشر بنعوله، شر 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 يحشر العرب، صوتك يوصل اخر الدنيا وانت تمشي. تعرف منو هذا اللي يسوي حس، اللي يسوي حس في الدعنة وهو يمشي؟ هالهوش الغنم، الهوش المعزة الغن الياعد ولا العنز، يوم ما بمظلفة ما بقطعات ظروفة، هالنمونة تربخ وتربخ وتربخ وتربخ، هالنمونة. ولا العنز من يظلفونها أبدا ما لها حس، هالادمي هالنمونة. حشم عمره يرفع ريولي يوم بيمشي تزعج العرب. والله ما أشوف هذا مذهب ما لمعنى، يعني هذا من الأشياء اللي الناس الأول تنقد على الحرمة وتنقد على الريال اللي يوم يمشي يشر ريوله يسحته شخط شخيط. الأول يشبهونهن، هاللي يمشي يشرن بريولهن عنبوت عنز بدو عنز بدو. ها شو السبب عاد شبهوا الحرمة اللي تشر بريولها عنز البدو؟ ترى البدو
حلالهم في الصحراء في السيح، فيظهر لهن الظهور، ويوم يغفل راعي الحلال عن دبشه أزمة الظلوف طوال، ويهبعن على ويوهن الدبش تتكسر يديات، ويغدي لهن صوت يوم بيمشن على مكان فيه مثل الصبة ولا مكان فيه كتش. لكن الهوش اللي رابيات عند هالبليبل في الأماكن الجبلية هوش ما يضلفونهن، شو السبب؟ لأن روحهن يضلفن من الحصى، يوم بيمشن على الحصى قص الحصى روحه قص الظروف هاي معلومة. هتقول ما حصل فيه فايدة، خيب بغيت أتكود. هي والله ما شفتن زين. أقول كم هذا الفرق بين عنز البدو وعنز الحضر، فهمتوا؟ لا تقولون بعد ما حصلتوا فايدة من معلومات. هي والله زي شو أسوي، هاي معلومة بعشو، معلومة معلومات عامة. أبوين هذا أبوي نادي خدوم وسط الشعبية، هاي شعبية بيوت المواطنين مجسمتها لحد الحكومة. هاي من الأشياء الجميلة اللي أنا أعشقها وأحبها، وأحب أصورها دوم، أحب أصور الأشياء اللي أنا أحب أظهر إنجازات بلادي. هاي الأشياء مثلا ذاهبين حد من العرب من يشوف عدنات الدون أي خل أي شيء شيء بسيط لا يذكر علق عليه وحط الجهة المقصرة في باله أنها هذه جريمة ما شيء كبرها. زين بلاك ماتي أطالع الشيء الزين، أطالع الشيء الفنان، تشوف هالترتيب ليش ما تقول بارك الله فيهم؟ ليش ما تقول يزاهم الله خير يخدموا هالشيء الزين؟ ليش ما هذا ما ينطرأ؟ ليش تطرون يوم بتشوفون درام كتشرة ما عليه غطاه حطيتوهم قب الدقل؟ شو السبب؟ ليش؟ هذا كله بوي ما له قدر؟ هذا كله هالتعب على هالمصاريف هذه كلها ما شيء حد يقول الحمد لله وشكورة؟ يزاهم الله خير لقايمين على هالمشاريع، يزاهم الله خير ليجي البول البلاد من عقب صباخ أزمة الدنيا بويها تغني يا ليل، من عقب هاك من عقب هاي الفوضى أصبحنا في أمن وأمان، ترتيب ما حد ياكل حق حد، الأول الناس عايشة في عبارة في غابة، القوي ياكل الضعيف، الحمد لله رب العالمين الحين الأمور طيبة وكل شيء زين وكل فنان وكل غاوي. ليش هذا ما حد يطريه؟ ليش يطرون يشوفون أدنات الدون حطوا الجهل اللي حاطين في بالهم مقصرة قب الدقل لا خلوا عنها لا حاترة ولا داترة؟ الرب يعفوهم ما يعفون ليش؟ خير إن شاء الله. كملت بالضبط يعني ظاهر الساعة 6 إلا ربع وياي حين الساعة 8:45. ما يشتغلون في بيتنا العماد، شو مستوى الديلم هاي أبوي ما تروم على الباب هذا، وكل من سنة وسنتين بدلنا حين ابن أبوي واحد من المكاين الكبار. دواركا السلام عليكم. السلام. Good morning. Good morning sir. How are you? I'm fine sir. هذا what is this? Juice. Juice. Yes. يعني عبارة عن شو؟ What is it? Yeah. شبت. إيه. Hey. Cinnamon. إيه. Hey. ومورينجا. آه. نانا. إيه. Hey. كزبرة وبغدونس وزنجبيل ودي سمول جرين تي. سمول جرين تي باودر. جرين تي باودر ما بهذا البودر العادي، شيء بودر ثاني يبونه من طوكيو، وهذا هو ما طعي يجلب طعم عاده ما بزين حامض تقريبا ومر يعني كل شيء فيه. شو اسوي على الريق عامله من اكثر من 8 أو 7 سنين هذا كل طالع شمس، لكن لازم على الريج ما بشيء طعمه، لكن ما بسلس يعني شيء طبيعي بمورينجا ولومي وشوية زنجبيل وكسبرة وبغدونس ونعناع كل هذا مكس ومشخول ها مصفاي وجرفة نعيمة خاشوقة من الكبار. بسم الله يلوع الشبك والله. Thank you دواركا. يلا حق علي كين الديلة من حالة تسكر الباب وتفتحه خربانة، دقينا حق الشركة هاي يوي يخدمونه بيبدلون هالمكينة الأولية. تعال يا تعال تعال هاي موجود هي دوم موجود. متى تسافر؟ اليوم هي بارك الله. كم إجازة؟ 2 شهر. 2 شهر واجد يا بابا. ما واجد من البلاد. 2 شهر 2 يوم. لا إله إلا الله. من تولى عليه والله كان تبون الصدق ورينا عليك طالع شمس.
الحمد لله ان شاء الله يصير بيرد بخير وسهاله وبيسلم على العيال بيجوز بنته بتعرس. عمبرو يا عمبرو صار اقرب بي واضربه عمبرو كيو توني هناك 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 يلا الخلا 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 وديهم فسحه وديهم فسحه. ايه تقص عليها انت كيو كيو هذه ابوي ما ينقص عليها. ايه ايوه قص توني يا توني بس ظهر ودهن ودهن خلهن يجن عندي مرحبا يا مرحبا بالبيان وبالغبا قصوا عليكم. اي ها تعال تعال ياي تعال تعال مرحبا يا مرح توني يا توني توني يا توني توني وعنبره وكيو توني وعنبره وكيو توني بس ودر هيبه ما شيء كلاب عندك هناك شيء كلاب لا في كبير انا بس جن هذا ما فايده ما في زين يلا حين سو غنية عاد غاوية قوي إن شاء الله يلا شكور بيانا ما ثم بچاني غمان كارني بي چادر ملکان واتر نکنا بسم الله كان ديب مسيطة صدق بي قاضی ترائی شیر بہشتا سر نکنا باندھا مسار گران سفرا یار زندگی گروہ منار ہم سفرا یار زندگی بی دستگا نبی تپرا یار زندگی کم درا تو یار ڈنا یار زندگی زندگی ای سو غنی مالا رو مارے آروسینی ہی 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 یالا लाडे 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 वो लाडे 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 वो अलदा इश्तुए तोरा बोगोडे मनिगुआंडाले दे पिताबे बांदे लाडे 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 वो فرحان انت بتسافر بلاد حينه. كم يجلس اجازه؟ اجازه كم؟ ها؟ ثاني شهر ثاني شهر، متى شادي مال بنت مال انت؟ تاريخ 20 هذا الشهر باقي 10 يوم الله كريم ان شاء الله سوي فيديو منك ها؟ لازم اي بارك الله فيك بس جلس انت عيد عيد وحده على يمينك وحده على يسارك وحده قدامك Good morning. Very good. يا سلام يا سلام. اثنين. ايه اثنين ركبك يقول لك تشس ايوه يا سلام يا برافو بعد ايوه. اوكي. الله 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 الله. يا العياز انت يا شيبه شيبه انت ونص ارفع البطن ايه البطن هدوم هدوم برتقال برتقال يلا يلا فوق الجلد لازم سيده دهار سيده دهار سيده دهار يلا هذه فوق اوكي واحد تحت شوفيني ارفع هو طالع خاري وطالع يمين طالع يسار ركز وياهن هوب رجل اوكي شاطر ثلاثة هوب يلا أربعة سبعة ثمانية تسعة عشرة وين ساير وين ساير؟ وين؟ وين بتصير؟ فلاح بتصير فلاح الحين وين وصلت؟
حلب. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستين. يلا اي ستين ستين تكذب؟ عليك سبعين لازم كم؟ مية مية؟ سوي مية ما شاء الله ما شاء الله لو سوي مية ما استوى هذا هالمتن اي بطك هالمتن انت انا حامل انت حامل؟ حامل انت؟ اخ عليك بطنك هالمتن انا شو انا ما في بطن هالمتن شو صلاح زي اروح رياضه انت سوي رياضه بعد انا اسوي رياضه والحمد لله رقم واحد انت طعب بطنك كممتنه امتي مشكله انت الله وين الحين وين وصل دب شو اسمه؟ دب هب الضب الضغط الطكس يوعان صلاح؟ يبا بعد مية دومون سيارة ان شاء الله ان شاء الله صلاح يقول ابو يوعان وحين خلص التمرين وهدومه في السيارة يلا ها وين ايه وين ساير؟ السلام عليكم روح بلاد؟ حينها. يا سلام يا سلام ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايش يسوي يتم هذا يا سلام جاكيت والدنيا ها حق طياره حين ولا يروح العين يروح العين والله ومتى يروح طياره طياره جمعه يلا شكرا سوي سلام عليكم فاميلي سوي قول السلام عليكم نفرات السلام عليكم كله صديق كله مسلمين سوي سلام هي شنبه يلا اح ما يوز له حد يطرش ويا شيء ها قوم هدى حاطين سامان شو صلاح طالع صلاح صلاح كلمني شو تبغي تحينه اما ابغى اخبره ماذا هذا بتودي حق اخوانك اما حبان ابغى اخبره ما خبروك لا هدى مينون اما يخبره هدى مينونه من استوت مينونه هب صاحي ابغى اخبره ما شيء شو نسوي وياها راس سيابس ما عليه كل شيء احبه تخبرك وبتقول لك كل شيء تعالي صلاح زعلان يقول ليش هدى تحط اغراض في سيارتي من غير ما تشاورينه انا قلت لي الصبح بس هو ما يبي يكلمني لي يومين ما يكلمني لا لا ما يخبوه زين ليش ما تكلمها انت؟ انا جبت كيس يخبوه ها؟ لا هذا بس حبك على راسك بعد شو ترى ها؟ يخبوه يقول لك الاكياس اللي حطيتين في السياره تمر هم ماذا؟ اسد يعرف وين بس خبره واسد خبر. يقول انت ما خبرتي انا ما اعور راسك ليش خلي اسد مو ودري ولك هو يفهم وين يودي يقول انت هو ما يخصه جيب يدك جيب له صالح ما يبي يكلمها لا حبيبي ما بمشكله هدى وايد تكلم هنم وين هي ام الحنايا ودواركا جود مورنينج جيلز جود مورنينج سام هاو ار يو فاين هاي يا سلوى انا ما في بيت واحد ان شاء الله ما في مشكله اكل كله مين وانت ها انت ريد بابا لا انا اريد دواركا اشوف ربي نزل يا سلام متى هذا زمان كم يوم سوي كده كده لا 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 إيه؟ لا هذا حلو حينه هذا حلو رقم واحد وانت ليش ما يسوي؟ لا ما انا اسوء عن شيء ليش انا اسوء عن بلدي انا كاري اسوء ما بحلو لازم ديفرنت كلر ديفرنت كلر بات ديفرنت كلر وان بيبول اوكي صلاح يسلم عليك؟ بيسافر ما شيء بهانس ما شيء بخشيش عادي بعدين بيسافر ما شيء بخشيش بعدين متى بعد شهرين بيصير لا ما عيب ما عيب اخ عليك يا صلاح انقلع بعد باي يلا مع السلامه شامبي سوي سلام عليكم فاميلي سوي سلام فاميلي ابو حبيبي زين ها خلاص شو بلاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم بنرويكم طريقة ومكونات فوقة المالح اللي هو مكبوس المالح مع الماش. مكبوس المالح مع الماش، هذا هو ثوم
بصل بصل يعني كل المقادير كل إنسان على حسب رغبته. أنا مثلاً يوم بتقولوا لي مالح ليش هالكثر، وايدين يقولون نحن يسوون لكن ما يظهر في طعم غاوي طباخنا، لازم هاي الطريقة عشان يبين طعم البهار. ها ذهب عاد الحين البصل، ها شوفوه استوى حمر، حمر البصل من يحمر البصل نشوا حطوا الثوم يتري. ها عقوا الحين الفلفل البارد والكريبتة حسب تظهر ريحة الكريبتة. الحين يا وقت شو المالح، يا وقت المالح، نحن المالح نقطع صغار صغار، لازم نقطع صغار صغار، نحن شي طريقة يعني فوق حد ناس يحطونه. هنا يا وقت البزرات بعد مرور شي 5 دقائق 10 دقائق تتخلى البزرات اللي على حسب الرغبة، كل حد على حسب رغبته. طفت ماي البارد 10 دقائق، طفن 10 دقائق تقريبا. لازم ترى الضوء قاصرة، لازم الضوء بعد خفن تقريبا ما يقارب 10 دقائق. حطوا الملحار على ما تشوفون كل شغلة بتحرون مال سرعة سرعة. الحين يا وقت الملح، هذا وقت الملح الحين على كل على حسب القياس. إيه الحين المالح مرة مغسول منظف. الحين من يصير ويجرب الجدر، جرب الأولي والثاني والثالث، نشوا أبوي حطوا الماش، الماش مغسول وزاهب ومنقع من أمس. الحين الماش وزاهب يشل شو اللوم اليابس، اللوم اليابس ينشل. تقولون ما حد قالكم الحين ينشل شوي من المروق ينحط بوي على اللوم اليابس شوي يتفقص اللوم اليابس على ما تشوفون المروق هذا يرد مرة ثانية. أيوه هذا أبوي على ما تشوفون العيش مغسل مودن من الصبح لين الحين. ايوه يلا عاد ترى أبوي ما حطوا فوق مروق، مروقه الاولي، مروقه الاولي ما زاده مروق. ايوه تاكدوا نبين عليه وقت سكار يسكرونه الجدر، لازم على الاقل 45 دقيقه ما يتنسخ. خمس لازم نحط معاليه روز تجيد يلا بس يذكرونه بس انحصل صخام ينحط فوقه ضوء زاد. وبعد مرور 45 دقيقة يلا عاد بسرعة بسرعة لا تبطي. هذا يوم أقول لكم الجدر لازم ما يتنسخ. شو السكار هذا التسكير هو اللي يذهب لك اللي يخليه شوف ايش قايل. أيوه يلا 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 تعال يوم أقول لكم هذا الحفيد قولوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أول مرة أصوره لكن ما بصور عدوية ما فيه. بديتك بديتك بديت أبوك بديت يدانك هذا الغالي ولد الغالي لا خليت ابنه. إيه والله خذ غلا الأولي والتالي هذا اللي رابط النحي ما يصير بقى ولي ولا شيات هو السبب بموت عليه. يا الله يا رب انك تحفظه تحفظ عيالنا وعيال المسلمين اجمعين وتبلغني فيك معرس. قول امين قول ما شاء الله تبارك الله خير الخالقين. طبي انت طلعت هاي الساحره قرت البانيان. بتقولوا وين ياي طالة أعماركم من الوثبة أديت واجب العزاء في سعيد بن بخيت الكتبي الله يغفر له بخيت. عشنا وياه كان أبو وكان صاحب وصديق من يوم نحن يهال لين يومنا هذا. الله يغفر لك يا سعيد بن بخيت واجعل إن شاء الله مثواك الجنة مع الشهداء والصديقين. والله يغفر لك ويغفر للمؤمنين والمؤمنات. تهايست ومالي بارض على التمرين مقيل ومرتاح وصرت ليل وثب وييت وشفت عمري يعني شفت عمري بوي فيها بهاي الجب ليش يجلس في البيت وشدني ابو خطبونا ابليس الشيطان ابليس راكب ومدلي رويلاته ود حره ود فره مسير يومين وانتصرت عليه بشيركم ما
وشد نيه الجيم وابتديت اتمرن والحمد لله رب العالمين. باكر شيء احداث طويله عريضه في وين؟ في كوكب دبي، في اماره دبي الحبيبه، في دار الحي ان شاء الله. باكر علوم واخبار وزيارات وعلوم علوم بتيكم ان شاء الله. سيره دبي باكر ان شاء الله بتكون سيره جميله وفي منتهى الروعه، ولها بتجري الكل منكم بيحصل الثمار من وراء السيره، لانها اكتشاف معلم او هرم جديد من اهرامات دبي الحبيبه ان شاء الله. معلم جديد بينفع رقم كبير من العالم والسواح والناس السائر والجاي والمتابعين. الجيم ما شاء الله تبارك الرحمن ساعات يكون فيه اغلب الاوقات يكون الموقع هذا قبل شوي هنا اول ما يجي شيء كلاس مال بوكسينج ومجموعة كان ميكس ما رمت عاد أصور لأن فيه حريم وريايب بنات وشباب يعني، فما رمت أصور والسبب أني ما فيه حد ينقمني هي لأنه مختلط ممنوع التصوير، تصور بس صور عمرك لكن لا تصور العرب، هي هذا قانونهم في كل مكان أسأل القانون هنمونه. والله المكوّد فنان، هادي 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 قمة في الهدوء، قمة في الهدوء، مكان فخم ما بمال مال صدع وهالي باغمون وزعجون، لا مالتي تخلص تمرينك عين من الله خير أو وطرج راس يابس ما عاد كل شيء احب اتخبرك راس يابس ما عاد كل شيء احب اتخبرك تعرفون متهلع على شو؟ متهلع على ملوخية، متهلع على ملوخية، شيء ريالي خدم ملوخية شف مصري متعني على سبه. البارح اكتشفته بالصدفة واليوم بعد جيته بكم يسوي لي بعد ملوخية مرة ثانية. اتجنن 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 غرب الله تمحي فادها شف رقم واحد يسوي ملوخية يعني من من أنطع الملوخيات اللي بحياتي كرتها الملوخية. يلا هذه الملوخية، يا سلام يا سلام، تسلم إيدك يا شيف يعلك تسلم يعلم من يابك الجنة، يا سلام قرب الله هذا هذا الشيخ هذا الساحب عود. هاي الملوخية اللي معنا تبي عاني عسبها أنا. يا سلام يا العين كوني على الأحباب صبا العين كوني على الأحباب صبا مكتوب عليك تقضي الليل سهر